السلام عليكم شباب، معاكم ام دي، واليوم عندنا حلقه عن صراحه الايفنت البايخ على الموسيقى درامالونج. بصراحه ايفنت وايد وايد بايخ، بس ان شاء الله بسهل عليكم، ان شاء الله بخبركم شو تسوون شو ما تسوون، ان شاء الله نقدر نخلصها. الايفنت اليوم اسمه ريج بنيث دي ماونتنز. اول شيء قبل ما نبدا شو نسوي؟ نضغط على ستارت او سيتنجز، فندخل في السيتنجز. زين، نسوي كولابوريشن، يعني هالكولابوريشن صراحه وايد مهم. اضغطوا هنا على كولابوريشن، شوفوا الموسيقى مع الدق تن تن تق. زين، حركوا يمين وفوق وتحت ليه ما تضبطونها، يعني مع الموسيقى دم. فهمتوا كيف؟ دم. المهم هذا. والشيء الثاني، بطلوا روحوا هنا تحت، خلوها شو يسمونه 0.75. زين، وهذه انا دوم اخليها بصراحه هذه الحين اسهل، احس انها حقي لان R1 و L1 وش يسمونه، يعني سباب بتكون على R1 و L1 وبعدين شو يسمونه الابهام بيكون على المربع او اكس او يمين وتحت. هذا افضل شيء اشوفه. المهم يلا نبدا، يلا نشوف، ان شاء الله سهل ما يكون معقد. اوكي زين، بدينا بالمربع، مربع 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 يمين مربع يمين مربع يمين مربع. ما بتكلم، خلوني اركز مع الموسيقى. بايخ ممل صراحة، خاصة عندي ثلاث مراحل، يعني ايزي نورمال وبرو وهارد وما اعرف شو. انا صراحة ما يهمني، اهم شيء اخلص هذي له، اجيب نجمتين او ثلاثة، اخذ البرايمو جيمز وخلاص. يعطيكم الف الف عافية، مشكورين، وتابعونا، تابعوا على انستغرام، تابعوا على يوتيوب، وسووا لايك وكومنتات، ويعطيكم الف 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 عافية. مع السلامة.